الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه هو ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من الاعتقاد ما هو أصل، ومن العقائد ما هو من قبيل الفروع. وأصل الأصول في الاعتقاد هو أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل متفرد بالكمال والجمال والجلال. يتفرع عن هذا الاعتقاد أن خلقه حسن، لأنه أحسن كل شيء خلقه. فالخلق هو تجلي لكمال وجلال وجمال الله، وقطب الرحى في الخليقة هو الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن الصانع هو الله. والإنسان هنا بشقيه، الذكر والأنثى، خلق الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. فاعتقاد نقصان المرأة هو خلل في الاعتقاد، وهذا ما يظنه كثير من أهل الإيمان، لأن الله عز وجل ذكر الإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم. فالرجل كامل في جنسه والمرأة كاملة في جنسها. أما أن يعتقد الإنسان أن الرجل لأنه رجل هو أفضل من المرأة، هذا اتهام اتهام الله أنه فضل الذكر لأنه ذكر، ونقص أو أنقص من شأن المرأة لأنها أنثى. بيد أن الفضل عند الله بالعمل. بهذا يتفاوت الناس ويتفاضل الناس في عين الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أن تعيش باعتقادك أنك لأنك رجل أفضل من المرأة، فهذا خطأ في الاعتقاد. مع الأسف الشديد هذا الاعتقاد تسرب حتى للنساء، والله يقول: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب وللنساء نصيب. لكن الرجل خلقه في أحسن تقويم، وخلق المرأة في أحسن تقويم. هذه مسألة عقائدية ليست من نوافل الأفكار. يترتب عن هذا مسألة أصل خلق المرأة،
لأن موضوعنا هو المرأة هنا. هذه أول خطبة في سلسلة من الخطب حول المرأة، وحديثنا على المرأة وحديثنا على الرجل، لأن الذي يتكلم على الرجل يتكلم على المرأة، والذي يتكلم على المرأة يتكلم على الرجل. الكل في إطار الإنسانية. أولا يقول الحق عز وجل أنه خلق الناس جميعا من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، كلنا ذكورا وإناثا جئنا من تراب، فلا فضل للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل، لأن الأصل واحد، من نفس يعني من ذات، من طبيعة، من أصل واحد. أما ما يسري عند كثير من المسلمين أن المرأة خرجت من ضلع الرجل، يعني حواء خرجت من ضلع آدم، فهذا حديث لا يصح البتة. ليس هناك نص يفيد أن حواء خرجت من ضلع آدم، بل خلق من نفس واحدة. وعلى افتراض أن حواء خرجت من آدم من ضلعه، هل يفيد أن آدم لأنه ذكر هو أفضل من حواء لأنه أنثى، أم الفضل يرجع إلى شيء آخر؟ يعني الأصل، يعني البعد الجيني، البعد البيولوجي، البعد الطبيعي ليس معيار في الأفضلية، لأن إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من تراب، يعني أصل التكوين ليس معيار في الأفضلية، سواء جئت أولا أو جئت مؤخرا، هذا ليس عند الله بميزان وبمعيار. على افتراض أن حواء جاءت بعد آدم، لكن ليس هناك نص يفيد ذلك. بل من الممكن جدا أن الله عز وجل خلق حواء منفصلة عن آدم، أو كان الأصل واحدا لا ذكرا ولا أنثى، فانقسم إلى شقين، فخرج آدم ذكرا وفي نفس الوقت خرجت حواء أنثى. لكن النصوص لم تدخل في التفاصيل. القرآن يقول خلقكم من نفس واحدة، بل قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هل الأزواج يخرجن من الرجال؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لا أحد يفكر أن الأزواج يخرجن من الرجال. خلقكم من نفس واحدة لا يفيد أن حواء خرجت من آدم، إنما خرج الاثنان من نفس ومن ذات ومن طبيعة واحدة، ويمكن أن يكون الخلق منفصلا. هناك حديث واحد يتكلم على الضلع ولا علاقة له بالخلق، جاء في البخاري ومسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الإشكال ليس في النصوص، الإشكال في فهمنا للنصوص.
هنا يكون الخلل، لأن العقلية الذكورية عندما تقرأ هذا الحديث المرأة عوجة بحال الرجل هو مسقم، حتى الرجل راه ضلع، يعني وصف المرأة بالضلع لا يفيد أن الرجل ليس بالضلع، يعني الحلوة لي الفضل لي لأنني ذكر والباقي، هذه عقلية جاهلية جاء الإسلام ليعالجها، خاصة وأن الإسلام ظهر في مجتمع ذكوري قبلي الرجل فيه مهيمن، ومع الأسف الشديد إلى يومنا هذا الذي يعاني من الظلم ومن العنف بل من القتل النساء حتى في المجتمعات الراقية. في مجتمعنا الفرنسي عدد النساء لا يمتن تحت عنف الرجال بحكم أنهم أقوى جسديا، وهل للقوة الجسدية فضل؟ كثير من الحيوانات أقوى من الرجال، ولذلك عانى أو عني أو اهتم القرآن والسنة بالرجال ليغيروا نظرتهن على النساء، لأن بيدهم السلطة، السلطة العضلية، السلطة التجارية، السلطة السياسية، السلطة الدينية، فلا يمكن للمرأة أن تتحرر إلا بعد أن يتحرر الرجل من العقائد الفاسدة إزاء المرأة. في الغرب هنا قبل أن يتحرر النساء تحرر الرجال، لابد أن تحرر الرجال من الفلسفات والعقائد الفاسدة إزاء المرأة حتى تتمكن المرأة من أن تتحرر، لأن قوة العضل غلبت قوة العقل. لا تظن أن النساء أقل من الرجال عقلا، انظروا إلى الجامعات وإلى الكليات وإلى اللاء يحفظن القرآن عن ظهر قلب، تجده كثير من النساء يفوقن كثيرا من الرجال، ولأن الرجال أقوى عضلا، لأن الرجال قهر النساء حرم الإنسانية من الطاقة التي يمكن أن نجدها في المرأة. فإن المرأة شبهت كالضلع، والضلع كامل في جنسه لأنه هو الذي يحفظ الصدر، لا بد أن يكون معوجا، لإعوجاجها هكذا خلقها الله كاملة في هذا الشكل. فإذا أردت أن تدخل معها في اتصال فينبغي لك أن تنعوج حتى تتصل معها، لأنك إذا أردت أن تغير طبيعتها والله لا تبديل لخلق الله. ولذلك أكثر الطلاق سببه عدم التفاهم، الرجل قام يسمع المرأة أصلا يعني يسمع أصوات ولا يسمع كلمات، يقول لك لا الرسول يستوصي يعني راعي طبيعتها. وهي كاملة حسنة التقويم، خلقت في أحسن التقويم هكذا، لا عيب فيها، إنما هي طبيعتها ليس عيبا ذلك. فلا ينبغي أن تقهرها، لأنك إذا حاولت أن تصنعها على عينك انتهى الأمر بينك وبينها بالطلاق. في رواية لمسلم الكسر يفيد الطلاق، لأنك لم تلتفت إلى ما حباها الله،
والعوج هنا ليس في الأخلاق، ليس في الأخلاق ولا في الذنوب، فذنوب النساء ليست بأكثر من ذنوب الرجال، بل العكس. سنرى إن شاء الله في الخطبة القادمة أن آدم هو سبب الخطيئة لا حواء. لا بد أن نغير البرنامج أو الخوارزمية التأويل الذي بها نفهم النصوص، لأن العقلية الذكورية هي المهيمنة على التأويل. سلطة فكرية، سلطة جسدية، سلطة اقتصادية، سلطة كذا، سلطة. حتى اقتنع النساء بهذه العقيدة الفاسدة، تسربت. وأخطر شيء أن يعتقد الإنسان في نفسه اعتقادا غير صحيح. ولذلك هذه المسألة عقائدية، نظرتنا للرجل ونظرتنا للمرأة مسألة عقائدية خطيرة تترتب عليها أحكام جمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.